دي غادة جميل. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اتفضلوا عندنا. غاده ما بتتبسطش ابدا الا في المطبخ. هنعمل النهارده اكلات بسيطه وسهله. بتموت في ريحه الاكل. ان انت تلمسي كل حاجه بايدك وتبقي عارفه بتتعمل ازاي. ولما بتطبخ بتحسي انها فنانه بترسم لوحه وبتلونها. عشان بتدي مزازه كده حلوه في الاكل. اصناف متنوعه كتير. اتفضلوا عندنا مع غادة جميل في الأوقات التالية على CBC سفرة.